الاثنين المساكين متولي لما ابتدى. معلش يا اسامه واحنا بنتكلم دي فرحه اللاعبين في فندق المباراه زي ما حضراتكم شايفين. فرحه جميله وفرحه ممتعه الحقيقه. ده اعتقد ده في بياكلوا او هيتعشوا يعني دلوقتي ان هم لسه مكملين الحقيقه لغايه يوم الاثنين القادم. وشوف احمد الشيخ فرحان ازاي رغم ان هو من ضمن يعني 18 لعيب. شوف فرحته قد ايه يعني. هو يعني دي بتدل هي دي الروح الفنيه. فتح حقهم كمان النهارده الاهلي يستحق عن جداره انه يفوز بالسوبر النهارده بعد الاداء الرائع اللي استمر 65 دقيقه. النادي الاهلي هو كان ممكن يستمر اكتر طبعا من كده. النادي الاهلي ليه الافضليه. النادي الاهلي هو اللي مسيطر. وكمان غير الثلاث اهداف شوف كم الفرص النادي الاهلي خلاها على مدار المباراه. اهداف كتيره ضاعت من حسين الشحات الكره اللي دخل فيها بدماغه كانت جول قفشه في بدايه المباراه. التكمله بتاعته ما اعرفش برضه انا هشكك كده بضرب الجزاء وضرب ركله الجزاء بتاعت حسين الشحات ممكن تتحسب. يعني تتحسب يعني النهارده النادي الاهلي هو الافضل هو المسيطر في وقت اطول في المباراه. النهارده علي معلول النقطه اللي كنت بكلمك فيها ان انا مش عايز علي معلول يطير طول المباراه. النهارده كان عنده التزام. النقطه اللي كنت بكلمك فيها التزام النهارده دفاعي واقف مغطي مكانه في الناحيه الدفاعيه ولما في فرصه انه يطلع ويتقدم كان بيطلع. بص جيرالدو بص خلي بالك الروح ادي جيرالدو ما يلعبش ومش موجود يعني دي هي دي الروح. طبعا هي دي كانت فتح الروح اللي طبعا ازاي الراجل اللي